السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. اليوم جاتكم مقطع جديد. اليوم المقطع بيستدعي على أثير الخلوة. أنا شفت جزء بسيط من مقطع رحوم شباك مفتوح. أي شباب، نرجع لمقطعنا بس قبل ما نبدأ المقطع تسوي لايك واشتراك وحساب الانستغرام طلع قدامكم أو تحت في الديسكربشن. 17 مرة في هذه صار الدان. أثير تقدم فايق ورايق، خلق طبيعي أثير حلو، تصوير منتج إخراج ومشاريف له. طفشانة يا ليل الطفش، طفشانة نغمة حلوة. فايق ورايق والنفسي يا جوي مرستك ما في زي طفشانة مرة أبي الفلة. هذا مو نفس اللي صور مقطع كليب اللي قبله اللي كان يخسي اكثر من هذا. شو الحل شو الطفش العله؟ جهز الشنطه ترى والموتر اسفل المطار سرى للفرشه دوس 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 دبي تفوز معانا فلوس هذه حنه صح؟ هذا اللي ما غير شوفه اثير. وعلي الصوت واللي يعكر مزاجه ثبت شوت شد البول لا تخلي الليله تفوز. فايق ورايق والنفسي انا هذه كثر بنت ما بطق ما بحب ما ادري ايش جوي مرستك ما في زيها اقدح اشطح قوم سريها الحاجه اللي في بالك سويها ما فيها شيء فل شوي على دبي رايح جاي اقدح اشطح قوم سريها الحاجه اللي في بالك سويها. شباب انا سمعت انه هاي كبري ابيت بس لا كنسل انا بذكر امرك ما فيها شيء فل شوي على دبي رايح جاي كذا 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 كذا. الحين سؤال، تمام الكاميرا فل اوبشن مستخدمين ذا اللي يجي زي كذا بالكاميرا ليه؟ ترى الزرباب خرب المشاهد كلها. كذا 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 كان قاعد يقول ايش الحبل هذا؟ وات از ذس؟ شوف هذا ما اعتقد بدبي، شوف ترى خربان المنظر كامل. البحر تحسه بيهجم عليها، بيك يطب عليها، انا بمزح. طيب وبعدين؟ هد بدنا نقرا قناة خلق طبيعي أثير الحلو كلمات والحان خلق الإشراف الملكة حنة خلق طبيعي إيش شخص يعني ولا الكلمات ولا إيش إنه روبوت أثير الإنتاج أبو أثير كل شيء الزق الملكة حنة اي شيء ححط اي شيء مساعدة ممنتجة اشرافة كل شيء الزق الملكة حنة تصوير مونتاج اخراج مشاري هلال شكر خاص لحكومة دبي ان شاء الله مقطع جدا 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 اقل غنية تعرفوا ايش الحلو بالغنية شو اسمه الايقاع حقها والمهم ان الموسيقى اللي مستخدمه قبل المقطع هذه الحلوة بس الكلمات المهم ان الغنية جدا 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 حلوة خرافية ترى هي بدأ الغنية تطلع ترند وترند الغنية مدامها بيض تطلع ترند في تيك توك بكرة بتشوفه بيصرعون أمنا فيها لما نقرأ تيك توك خلينا هيك نعطيها لايك واو اليوتيوب حتى اللايكات شالهم واو أهم شيء يحطون لايك مو لهلي الحين شباب ما قلتوا لي ايش رايكم بالكاميرا هاي ايش رايكم اللي يقول مو حلوة ساكر بلوك هذه بالمخ استخدمنا شوف فيسي وأنا قاعد أسمع الغنية المهم كيف بس كاميرا واو صح أنا واو كيف طبعا ها سبحان الله
وكانت فكرته بس الرئيسين مقطع واحد اللي هي رياكشن على غنيتش ملكة هنو، بس بعدين غيرت قلت لا خلاص انزل شو اسمها انزل يعني يارين يعني اثنين ريا انجوي. الغنية اللي نزلتها نارين بيوتي اسمها كيف في حكي ايش تاب خلاص انطن هي ومع دي بي جي ترى هادي نشوفها. واو يا راي ثروة جد 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 بس جيبها. اليوم كرسي جديد لازم نطقطق عليه شو معلم. طب شو هذا معلم ايه شو شوفوا هذا هذا هيك هيك ثلاث انقط شكور مسلسل حضره اللي حضره هذا رمزهم شو هذا ايش كراسه هو ولا ايش نفسه ها شوفوا هذا هذا هاي النقطه الاولى هاي النقطه الثالثه الثانيه هاي النقطه الثالثه هذه هذه بلا سمعت تمام يعني انه ايش اصلا هي نسيت انه لازم تزعل يعني هذا مقطع بكفي حكي يعني يعني متخانقه وخبيثه فلازم تزعل شو هي شو لازم ازعل ربي انها مضيعه اساسا هي حركات انك تطلع وتنزع بثمك لا هذه ما تطلع خلاص هذه انتهى وقتها من ايام جدي وجدتك بعدين هاي ليش هيك وجهها شوف شوف ليش هيك ها وربي لو انا قاعد اتمثل مسلسل قديم ملطه وجهها دهان دهان بيكفي كلام ما بدي ما نام بدي الليل انام كل حدا منا بطل شوي قوافل ايه بدنا نذهب انا قلت اخوات فرهم بدنا نذهب للحمام قوافل ايه كل حدا منا بطريق شو الشعر هذا معلم شو هو هو وين مرته الجاي اذا طلع على الحيط بتسرق عشار ما بدي لحظة اكون على انا بهالاوهام خلص راح الذكريات وطارت معهن الايام لا مو غابة كان حظي معك لا ما برجع لو برجع بوجع شو يعني لو برجع بوجعك ها هي الكلمة الوحيدة اللي انا ما فهمتها ولا راح افهمها كيف شو يعني ندمع الندم لا ما بينفع هذا انا يعني معصب وانا قاعد اصلحك ولا وجا خلاص يا رجال خذ سيارتك تعرك مني لا بمزح ما بقى يهمني من كان سهران اللي ما روحي بتجن عنك بعيدة دقات قلبي لسا بتزن بدها الحقيقة بدها تعرف بتحبني انت ولا لا بس اسلم نفسي واصدق وروحي بتجن عنك بعيدة بدها الحقيقة مين اللي قال لك ان انا زعلان مين اللي قال لك ان انا متضايق ابدا فوت بس كذا استمر وانا ضدك الابد كيف اللي تكون قاعد تحضر سلسل وقت الحرب طلع لك اعلان بعدين شلون درز بشرب بحر في دخان مزاجي خلص بارايق عاكب الحب انا كنت سكران دلوقتي انا مركز وفايق دلوقتي انا النبطان ومركب حياة النسايق مين اللي كان بيعمل كل حاجة من البوك ممكن ينط عشانك مين اللي كان بيحارب كل الناس عشان ما حدش غيرك ياخد مكانك طول عمري من جوه سالك ولو زعلانة مش حصلك مالك من النهاردة انا في حالي حبيبي خليك انت في حالي حبيبتي عنك بعيدة دقات قلبي لسا بتزن بدها الحقيقة بدها تعرف بتحبني انت ولا لا والله يا كب عطتك هيك عطيه هيك ما بسيطة نفسي سلم نفسي انت تضربيني لك انا لو انت تضربيني ما تعرف شو اسوي تقول شو بتسوي بكسر التلفزيون شوف الكيبورد انكسر لا جيبها الريحة طب كمل على التلفزيون كلمات ابدا مو حلوات ابدا الله يعاقب من قاعد يكتب لكم كلمات شو اللي قبلك ايش هذا لا ما بنام بروح الحمام بنام بروح الحمام يا اخي ايش هذا لازم لا ايش كلمات زينه يا اخي انتم اعطونا نكتب لكم كلمه بشاره وكلمه بغرف
اوكي شباب، لو عندكم قناه المقطع تسوي لايك والاشتراك وحساب انستغرام وتيك توك دولهم بعد 10 بقسم. هذا حساب انستغرام، هذا حساب تيك توك، فعلت حساب تيك توك ايفيت، يا تلقونه تحت صندوق الوصف، قاعد انشر عليه هيك كواليس الحلقات هيك، تابعوني عليه. هذه سلام ستار.